وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم. فقرتنا الأخيرة اللي كتير من البنات والسيدات والنساء كتير عم بهلا حسوا بهذا الإحساس إنه اكتئاب، بضلوا مكتئبين ما بيعرفوا ليش، غياب الشمس، ورق أصفر. كتير من السيدات ما بيحبوا فصل الشتاء، وأكيد ما رح أسألك لأنه بعرف الجواب. سلامات ميسان. أكيد ما بحبه، ما بحبه مو بس بشكل عام، أنا شخص بيبرد كثير، فهي الشغلة بالنسبة لي بتعمل لي صعوبة. شغلة تانية، في أحلى من الصيف والطلعات والفوتات بالصيف وأكيد والبحر والشمس هي دليلة والشمس، على اللي بيحبوا الوضوح بس عم بحياتهم نتأقلم محل نحن مع الحياة. الشتاء، يعني يعني ماشي الحال، يعني لهلا لازم ماشي نتأقلم حاله. مع لا الشتاء. ماشي حاله. أكيد فقرتنا لليوم موجهة لكل سيدة يمكن بتحس ببعض أعراض الاكتئاب عن تغير الفصول، وخاصة فصل الخريف، وأكيد عم بسبب معاناة لون وملل وضيق بالأخلاق. يعني تقريبا 20% من العالم، نساء او رجال بكل انحاء العالم، بيصير عندهم موضوع الاكتئاب او الاضطراب النفسي، فينا نقول مع بداية تغير الفصل ودخولنا بفصل الشتاء. رح نتعرف على تأثير تغيير الفصول وخصيصا بين انتقال من الخريف للشتاء اليوم عند الرجال وايضا عند النساء ومضاعفاته مع الاخصائية النفسية غالية سعيد. يسعد صباحك غالية. صباح الخير وصباح الرواق وصباح النشاط وصباح الشتاء يلي بلش عن جد يعطينا علائم كتير حلوة. أنا كتير اشتقت لكم. ونحن نحن اشتقنا لك. اشتقنا لك. تسلمي لي. أكيد الموضوع فعلا كتير كان مهم وكتير حلو غالية، أنا وبلشنا أول شيء فيه. توجهت للنساء لأنه بحس أنه أكثر تأثرا من كعين الرجال، عليكي. فأنا دغري متحيزة، حساسين. ففورا فورا فتنا لأنه نحن جماعة الصيف فعلا حسينا بهي اي الأعراض. صحيح فعلا. فخلينا نحكي عن شو هو اكتئاب الشتاء. تمام يا عزيزتي، هلا ببدايه هاي البوادر رح تسمعي هاي الكلمات الاساسيه اللي بتكون عم ترعى هاي الفصول. متضايق، ضايق نفسي، تعبان، ما كرهان بعرف كل شو شيء، بني، نعسان. مالي، نعسانه، جوعانه، جعبالي اكل شيء حلو، ما بق يعني جوعان بس لا بس يعني جعبالي اكل شيء. هاي الكلمات خلال تبدل هاي الفصول وخاصه هلا على دخول فصل الشتاء فرح تسمعيها كثير بشكل كثير مكرر ومعمم بين الاشخاص. ليش سبب هاي الكلمات وشو سبب انه ضايق خلقي، مو عرفانه شو بني، اوف مالي خلاق اعمل اي شيء، بس بدي نام، بس بدي اعمل اي شيء. فعلا علماء النفس اتجهت لحتى تعرف شو هاي المظاهر اللي بتصير نفسيا. طلع في معنى شيء اسمه اضطراب العاطفي الموسمي. شو يعني؟ يعني انه الانسان بيتغير مزاجه والهرمونات اللي موجوده معه اللي بتسال ما تكون هي المسؤوله عن الحاله المزاجيه والسعاده والاشياء كلياتها مع تبدل الفصول. في كلمه بالعوام بتسمعيها بيقول لك انه الشعر ببلش بيتساقط وقت موسم الباذنجان. كمان عندك النفسيه بتتغير. المكدوس اذا بتريدوس. موسم المكدوس. هذا هو، ما بعرف امتى بده يخلص هذا الموسم لانه كثير صار الوضع صعب. ما عاد في شعر. فنفس الشيء المزاج بيتاثر اكيد. هلا يلي بيصير كحاله فيزيولوجيه انه طبيعا اكيد طبيعه انه مزاج البيئه، خليني اقول لك، والطبيعه لما بيتغير دخولك من خريف لشتاء من ربيع لصيف كل المعطيات الفيزيولوجيه بتكون موجوده برا، فهي بتتاثر بهذا الموضوع. اضافه لهذا الموضوع رجعوا علماء النفس شافوا شو هي الصور يلي مطبوعه بدماغ كل انسان. في كثير ناس لقوا على دراسات انه بفصل الشتاء تخيلي انه بتكون نسب ارباحها عاليه جدا، وفي كثير ناس بفصل الشتاء بيكون عندها نسب الانفصال عن علاقاتها العاطفيه مخيفه. حتى بتسمعيها احيانا بتقول لك بس يجي الشتاء انا يا بدي اتخانق انا وياه، يا بدي انفصل عنه، يا اما بده انا يصير بيني متأثرين وبينه شيء. فيروز. نعم متأثرين فيروز لانه كل اغاني الانفصال العاطفي بالشتاء عندي. تمام. فرجعت الفكره لما اخر شيء طلعوا الدراسه على كذا مجموعه من الناس انه رجعت فكره الاضطراب العاطفي الموسمي هي شو الصوره يلي انت حاططيها بعقلك. في ناس بتقول لك يا الله الشتاء وتياب مرتبه واناقه وهدفة وممكن اعمل كثير شغلات، فطلعت فكره الشتاء عندهم كثير رائعه. في ناس بتقول لك برد ومطر وهلا بدي اتوسخ بالمي وكيف بدي اتحرك والنهار قصير. تمام، نفس الفكره اللي هن الدماغ عم يتاثر فيها وبيدخل معهم بحالات فعلا صنفت اسمها اكتئاب الشتاء. وعلى فكره بالمجمل بالشرق العربي بالشرق يعني بالمجمل نسب كثير كبيره، يعني ما تقارب يعني ال 85 تخيلي انه كلياتهم بيعانوا من هالقصه. ولما بتساليهم شو بيقول لك اتركني مكتئب مو عرفان انا شو بني، ما بعرف شو اللي عم بيصير معي. مع انه يمكن يعني عم تحكي عنا بالشرق الاوسط، يعني الشتاء عنا ما انه كثير طويل، صحيح؟ ما بيجي فتره هالبرد اللي كثير كبيره. يعني شو بيحكوا مثلا باوروبا اللي بضل مغيمه عندهم وما بيشوفوا الشمس قد ما نحن عن جد طبعا بنشوف الشمس. طبعا طبعا. يمكن في ناس كمان اللي بيسافروا على بلدان كلها جوها بارد، كمان
كمان بيصير عندهم اكتئاب زيادة ليتأقلموا يعني مع الموضوع. يعني إذا على نسب الاكتئاب السويد عندهم نسب الاكتئاب الشتاء عالية جدا أو كونهم ما بيشوفوا النهار أكثر من 3 ساعات. فهنا مع هالشيء مشان ما يدخلوا بهذا المجال حاولوا يخلقوا شيء انه لا يحاربوا هذا الاكتئاب لانه اكتئاب الشتاء، فصاروا يستعيدوا بالاضواء. فهي الفكره بالمجمل اكتئاب الشتاء، رجعت اخر شيء المعلومه انه هي فكره مزروعه بدماغي. يعني انا هلا اذا بعمل لك تعي ادخل انا وياك، تخيلي بكره شتاء وتياب كتير أنيقة والجو دافي ومكان مرتب، حبيتي ولا لا؟ هلا حبيت. بس في منجي على الشغلات يمكن الحياتية زينب اللي هي بتعرقل هالموضوع. يعني الناس بتعتلهم المازوت، تدفاية، الكهرباء، التياب الأولاد، يعني هي كمان يعني في شغلات نحن بنعيشها بخيالنا بنلاقيها كتير حلوة، بس منجي على أرض الواقع بنلاقي أنه نحن بننصدم مع أوقات كتير كبيرة ما بتخلينا نحن نعيش الشيء اللي نحن بدنا إياه. يا عيني عليكي، هلا انت حطيتي ايدك صح على الكلام، انت قلتي هي معوقات. طب هلا اذا انت عندك فكره وانت مآمنه فيها كثير وحابه هي الفكره، مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء، مين بيقدر يغير لك اياها؟ هلا اذا انت كنتي سامحتي له انه يفتحي له مجال بهالفكره. يعني انا اليوم اللي بدي اقول لك انه شتاء ومدري شو وهيك احساسات ما حلوه ومطر وهيك، بس انت بتحبي هذا الفصل، يعني معلش في مجال غالي انت تضلي بقناعاتك لحالك، انا بحب هذا الفصل يا اختي، لا تتدخلي فيه. فهي رجعت بالاساس انت كيف بتفكري، شو طريقه الصوره اللي انت حاططيها بدماغك عن اي شيء هي بتنزل على ارض الواقع. يعني بالمجمل بالمختصر انه الدماغ بياخذ شو الصوره اللي انت مآمنه فيها، اللي انت حاببتيها، كيف شايفه حالك فيها، وبيقول لك انا معي، شو بدك انا معي. فهي معتقدات الشتاء وهذا الاكتئاب الشتائي اللي فعلا نحن بندخل حالنا بهي الدوامه، هذا مرعب كثير ومرهق للنفس. تخيلي حالك فتره 4 شهور وانت هامده كامنه ما عم تعملي اي شيء، ممكن تستعيدي بس انه بدك تاكلي، وبس اكلتي زاد وزنك، زاد الاكتئاب ضعف زياده، نمتي زياده، كمان النوم عمل خمول زياده، صار في بلود بالتفكير، صار في ما عاد في اعمل شيء اعمله. ف هذا الشيء بحد ذاته الخارجات اللي برا هي بتغذي هاي الفكره وبتكبر لك اياها اكثر. يعني احنا عم نصنع هذا الاكتئاب وعم نزيده بايدينا. اكيد يا عيني عليكي، هي هي الكلمه الصحيحه، نحن اللي عم نخلقه ونحن اللي عم نآمن فيه ونحن اللي عم نزيده بايدينا. يعني هلا مثلا بعرف من حالي، يعني من كثير اشخاص بيحبوا فصل الصيف، بيحبوا هذا النشاط، بيعطيهم نشاط حتى بالحركه، يعني ما بيهمهم يضلوا 24 ساعه فايقين انه عم بيأدوا مهامهم، بينما بيحسوا فصل الشتاء هو الكمكنة وفصل لأنه ما في طلعات، ما في فوتات البيت والتدفاية، ومثل ما قلتي يمكن الأكل. لكن خلينا نفرق، هل هو فعلا له علاقة بالحالة النفسية أو الهرمونية؟ وكيف فينا نحن نعالج هي القصة؟ يعني كيف فينا ندرب حالنا سنة عن سنة إنه بدي أحب فصل الشتاء وأعتبره أيام عم مثل ما بمر فصل الصيف؟ تمام يا عزيزي، فعلا هلا في اكيد الهرمونات اللي بتكون مسؤوله عن السعاده، اللي هن الهرمونات الاساسيه اساسها اكثر واحد هو المهم اللي هو فيها الدوبامين، اللي هو مسؤول عن افراز السعاده الموجود بفصل الشتاء. كونه انه حركتك بتخف، تجاوبك مع العالم بصير شوي قليل، نظرتك لحالك شوي انه شتاء وهيك من الاشياء وكمون وخمول وهيك، فبينزل معدل هذا الهرمون. هذا معدل الهرمون مجرد ما انه نزل فبالتالي خف مستويات الطاقه والسعاده اللي موجوده عندي. اوكي انا بضل عم نشط هذا الموضوع كيف؟ بأشخاص إيجابيين، بأشخاص ممكن هنا عم يتفاعل. دوري على حدا بيحب الشتاء بكل بساطة، نطلع معه مشوار. يا عين عليكي، لا تدوري على ناس يلا غابت الشمس تعالوا نرجع على البيت خلونا نقعد هيك نهدى بالبيت ويمكن، لا لا، دوري على حدا بيحب الشتاء. على فكرة موجودين دول الأشخاص كتير اللي بيحبوا الشتاء. دوري على حدا، مو إنه غابت الشمس خلص النهار، لا لا لا، أكيد في ناس مجرد غياب الشمس فتح عندها نهار جديد. بقول لك ممكن نقرأ، ممكن نتثقف، ممكن نحضر فيلم، ممكن نعمل أي شيء، وإذا غابت الشمس يعني ما في مشكلة. أنا بتفاجأ من الناس اللي بتوقف حياتها بالشتاء، إنه حتى حفلات ببطلوا يعملوا، زواجات ببطلوا يعملوا، قرارات مهمة يلا خليها على الصيف. ما بعرف شو الفكرة، يعني إنه أكيد لا، خلي حياتك عم تدور الدورة الطبيعية العادية. ودائما برجع لك دوري على ناس بتحب فصل الشتاء، هدول بيساعدوك إنك فعلا تتجاوزي هاي الأزمة. طيب ليش النساء مثل ما قالت زينب هن أكثر عرضة للاكتئاب الشتوي؟ اها، لانه نحن بكلنا الراعي الرسمي اللي هو العاطفه. يعني نحن لما بنوقف على المرايه شو بدي البس اليوم، شتى كثير، هذا اللون مو راكز مع هذا اللون، لا هذا هي مو راكز مع هذا اللون، كيف بدي اطلع هلا بتبلبل بالمطر، هلا شعري بينبل، هلا حجابي بينبل، مالي طالعه. فانا هي الطاقه اللي عكستها اكثر، بعكس الرجل هو بيكون عقلاني اكثر، فانه لا ما عنده مشكله بيضطر يطلع حياء على اليوم، المهم انه يدفى. تلاقي لابس
كذا لون، يعني هلا بدهم ينتقدونا على الكلفة، هو لابس كذا لون مع كذا قصة، ما عنده مشكلة، المهم انه هو يدفع ويخلص اموره. اما نحن شوي كنا عاطفيين بنميل للجمال اكثر، فمنبلش انه ما ركز هذا مع هذا، ما ركز هذا، والهرمونات العاطفية اكيد بتتبدل اكثر. بنقعد بقى بالبيت. عن جد زينب كثير كل العالم فاتحة شهيتها هالفترة على الاكل. هلا لا هو الاكل بيرفع هرمون السعادة يمكن، صحيح، وهرمون ثاني بعدين، لانه ما بننصح بتحسي انه لا انا ليش نصحانة كل الأد، بننسى انه نحن كنا عم نتعشى 3-4 مرات، نرجع بنكتئب وقت اول الربيع، نرجع بنكتئب اول الربيع، بنفوت باكتئاب، بنرد مرة جديد انه انا نصحانة وما عم بعرف نزل وزني. يعني احنا لهلا صامدين جماعه الصيف، عم نحاول هيك لسه في شويه شمس انه نكون متفائلين، واكيد هي ايام وبتمرق، وممكن نركلش حياتنا مثل ما قلتي غاليه عبر فصل الشتاء، نعمل كل النشاطات من الصباح ونركلج حياتنا من جديد حتى ما ننصاب بالاكتئاب، نتمنى ما حدا يسيبه الاكتئاب ان شاء الله يا رب. شكرا لك غاليه على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، واكيد اكيد بدنا هيك كلمة أخيرة تقوليها على السريع لكل النساء. كل فصل فيه له جمالية وكل مزرعة روعة، دائما حبوا أنتوا الأشياء اللي موجودة معكم، ما تاخذوا معتقدات الآخرين وتآمنوا فيها، كل شيء بيمثلك هو ما بيمثلني، حبوا حالكم وحبوا كل الأشياء اللي عم بدور بدماغكم، لأنه بالنهاية أنتوا شيء ما بيتكرر ولا رح يتكرر. شكرا كثير لك غالية وللمعلومات اللي قدمتي لناها وللنصائح.